وصلنا لفقرة بخصوص الجمال ورح نروح سوا على لاس فيغاس ونشوف شو مقدمت لنا جين بهالحلقة. بحبوا كل شيء طبيعه، بيهتموا ببشرتهم كان وجههم يا ما جسمهم بتحضيرات من البيت. انا صراحه ما بحبها، بس حنكتشف سوا شو هن الاشياء اللي هن بيستعملوها بالبيت لوجههم وجسمهم. كم ستبس ما تعملوها بس فيكم تعرفوا عنا. كاترين زيتا جونز بتحب تهتم ببشرة جسمها، كيف؟ شوية ملح وعسل وبتفرك كل جسمها حتى يكون ناعم وطري. بس أنا محلا بروح على بيوتي سنتر بأمريكا، يمكن شوي غالي $280، بس بالجميز وبصيدة السكراب مع المد مع المساج ساعة ونص تغنيش بس $100. أكيد لازم أعزمها، بيروت كتير حلوة. عند حبوب ببشرتها لا تخففون، تستعمل خل التفاح. بس انا محلا بعمل كلينزر عند بيوتي سنتر، بيروحون وبيخففون، ومنعلمها كمان شو تعمل كبيلينج وماسك حتى تحافظ على جمالها ونضارة بشرتها. الكلينزر بأمريكا تقريباً $150، بس بالجميز وبصيدا بس $60، وبنصح كل البنات وكل اللي عندهم مشاكل ببشرتهم خصوصاً الحبوب يخلصوا منهم بطريقتنا مش على طريقة سكارلت. سيندي كروفر بتحب تهتم ببشرتها مثل كليوباترا، يعني بتستعمل الحليب تبع الحمارة حتى تكون جلدتها متغذية وكتير رطبة. أنا بنصحكم تعملوا هيدا التريتمنت اللي مشهور بلاس فيغاس اسمه سول اند سبيريت. مساج ربع ساعة للشعر، ربع ساعة للإجرين ريفلكسولوجي، ربع ساعة للرقبة والظهر والكتاف، وربع ساعة أكوبانكشر مساج ديجيتال بالإيدين للبشرة حتى يعطيها رونق. هيدا تريتمنت بيطير العقل بأمريكا، أنا جربته بلاس فيغاس، بس المشكلة you have to pay $200.
$200 لساعة من التغنيش. عنا بالجميزة فيكن تعملوا بس بقيمة $100. وخصوصا مطرح ما فيه سلوليت، صوروا قهوة، قهوة عادي. بس أنا محلا بشتري كريم في بقلبه كافيين مثل القهوة حتى يخفف السلوليت، وإذا عندك كتير بنصحها تعمل أندرمولوجي. أكيد بلاس فيغاس يما بأمريكا كتير مشهور الأندرمولوجي بس غالي، تقريبا السيشن $150-$200، هيدا إذا بس السيل 2 العادي مش الفي آي بي تبعهم اللي هو السيل 5. سيل 5 تقريبا $300 ودايما بينصحوا 10 سيشن مثلنا ببيروت، بس الفرق $1000 ببيروت بقبالة هون $3000. إنه تاخدوا الطيارة وتنزلوا على بيروت وتعملوا كل التريتمنت للسلوليت. عزمت كل ستارز وأكيد حيقتلوا بعض تيجوا لعنا. حتى يعطيها رونق. بس أنا بقلها لنيكول كيدمان إنه هي أول وحدة وأغنى وحدة بيندفع لها لكل فلومة، فهو لازم تتغنش بالدايموند، يعني فيشل تريتمنت دايموند بجميزه ب $350. هون اذا عملت الانتي ايجنج فيشل بتدفع هالقد. سو عزيمه مباشره لنيكول كيدمان تنزل على لبنان وتتغنش بانستيتيوت شين نصار. شي كتير حلو عجبني وبفتكر حأعمل مثلها شوي غار. شو بتعمل؟ بتغطس إيديها وضفيرة كلياتهم بزيت الزيتون. كلنا بنعرف قدي مهم للبشرة وقدي بيرطبها وبيغذيها. ببيوتي سنتر يعني شوية بارافين، شوية ضفير، مانيكير، هيك تغنيجة بالانستيتيو كتير حلوة. بأمريكا قالوا لي مش كل العالم they can afford it، لأنه تقريبا تغنيجة بساعة للمانيكير وللإيدين والبارافين والسكراب $100. أكيد عنا ببيروت كل الستات ستارز لأنه بيتغنجوا بس ب $13 بيعملوا هالسكراب والبارافين والمانيكير تقريباً ساعة تغنيش على طريقة جين نصار.
نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها منكفي عالم الصباح.